اهلا بيكم في حلقه جديده من دروس التوزيع. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الكليبنج. كليبنج يعني ايه؟ يعني لما بتعمل تراكات كتير بتلاقي ان الماستر تراك نور احمر. نور احمر ده يعني كده ايه، جامد جدا ولا ايه؟ لا كده في ديستورشن. فلما تسيف التوزيعه بتاعتك وتيجي تطلعها عشان تسمعها مثلا على اي ديفايس تاني او حاجه، هتسمع ديستورشن فظيع والصوت والكواليتي بتاعته وحشه جدا. فده كده يعتبر بدايه الميكس. في الاول ما كناش بنشتغل على تراكات كتير فما كانش بيقابلنا الموضوع ده. دلوقتي طول الوقت وانت شغال لازم عينك على اللي هو الميتر، اللي هو هيكون اللي هنشوفه بقى لونه احمر ده ولا ايه. هنشتغل دلوقتي عادي كاننا بنعمل توزيعه ما فيهاش اي مشكله، واول ما يظهر الشكل الاحمر ده مع زياده التراكات هقول لكم خلاص كده هنشوف بقى هنعمل ايه، لازم نوطي التراكات ولا نعمل ايه. طب ما برضو لما بنوطي التراكات بنخسر كواليتي، لا هنوطيها عشان نظبط الصوت، وبعد كده في طرق تاني في الميكس نقدر نعلي الكواليتي تاني وندي الاصوات اصوات اضخم كمان وكواليتي اعلى من هي اصلا بتتسجل بيه. يلا بينا نشوف بقى التراكات عامله ازاي. دلوقتي هنجرب بقى نعمل سيشن كده، هبني معاكم السيشن وهنفضل شغالين لحد ما نشوف الميتر هيطلع احمر ولا ايه. فهنلعب على مثلا السرعه دي 100 اهي، درامز اهو. ادي مثلا اول جمله، محتاج كل ده، محتاج ان هنا بقى نتعلم حاجات جديده بالمره واحنا شغالين. ممكن نقفل على دي كده، يعني بدل ما نقفل اللوب من بره ممكن نقفلها من هنا اهو كده وخلاص، تبقى برضو معانا نفس اللوب. نكرر ده، ناخد جمله تانية مثلا، هنحتاج من ده، هنحتاج من ده، خلينا نحطه مرة كمان عشان نبقى نعمل بيه البريكس. وناخد انسترومنت تراك تاني، تعال نحط جملة بيس بحاجة ما استخدمناهاش قبل كده، تعال نجرب ده كده. يلا نجرب. حلو، ظريف. نسمي ده بيز، تعال ناخد جيتارات. كل ده شغالين بهاليون 1. من ليفل 2 بقى هنبتدي نشرح حاجات تانية غير هاليون 1. تعالوا ناخد ايه، جيتار مثلا. فين الجيتار اهو؟ تعالوا ناخد الجيتار ده، طيب لو السيشن بيقعد يعمل معاك كده حاجات زي دي، شايفين بتاع اللي عماله تنور دي، يبقى انا كده مقلل البفر سايز زياده. فيبقى ممكن نرجع دي من الكنترول بانل كده اهو كده، في دي انا مقللها زياده، ممكن نخليها مثلا كده. ده الميتر اللي انا بقول عليه ده، لو نور هنا احمر يبقى كده في مشكله، اللي اسمه كليبنج.
الميزه في كارت الصوت بقى ان هو بيديك مساحات اكتر تفضل تشتغل زي ما انت عايز، وده لسه ما نورش. تعالوا ناخد جمله كمان. تعالوا، طبعا ده كده لون مزيكا مختلف شويه عن اللي فاتوا. نجرب ايه مثلا؟ صوت. تعالوا ناخد سترينجز كده. تعالوا نجرب تشيلو مع الجو ده يبقى عامل ازاي. مش هبدأ من الاول بقى. انا كده عملت جملة مثلا تشيل. مش مظبوطة او مثلا فنظبط. ممكن نعمل بقى ايه؟ شوفوا الجملة نفسها دي بدري. لو ما ظبطتش كوانتايز 1.16 اظبطها بواحد 8 هتظبط معاك على طول اهو. هنحط البريكس بقى. مثلا بحاول املى بس الدنيا بأي حاجة عشان تظبط. نخليها بقى 1.16 تاني. طيب عايزين حاجة تعمل دوشة بقى عشان ايه؟ نحس ان التراكات كترت شوية. تعال ننزل ده هنا وناخد مثلا اي حاجة دوشة مثلا زي ايه؟ انا اخد براس سيكشن مثلا. يلا نملى بقى الجزء ده بتاع مثلا نعتبر ان ده ايه السينيو وعايزين نملاه. ممكن بقى لو عايزين نفضل نسجل في الحتة دي نعمل لها ريبيت، نعلم على الحتة دي بس كده. دي برضو حاجة جديدة، ندوس عليها P يعني علمني على الحتة دي، وادوس على اللوب ده يفضل يعيد لي في الحتة دي بس، ونقعد نختار آلات ونزود في الحتة دي لحد ما الحتة دي يطلع عينها، وفي الآخر ايه نوصل للي احنا عايزينه. احنا عمالين نزود في تراكات عشان نوصل للي احنا عايزينه، اللي هو تعالوا نزود بيانو، اللي هو يحصل كليبنج ان دي تنور احمر. انا شغال كأنه نورمال سيشن، مش عايز احمل وخلاص. الباور زاد ازاي؟ تعال ناخد انسترومنت تراك تاني. عايزين نشوف انهي بقى واحد اللي هيقضي عليه. تعال ناخد جملة ايه اوبو مثلا. انا بجرب، دايما انا بجرب الاصوات.
سمعت التراك ده ولا لا؟ ما تأثرش بيه برضو. يلا ناخد حاجة كمان، تعال ناخد حاجة مثلا نلعبها بالإيدين الاتنين عشان ايه تملى الدنيا. ناخد مثلا جيتار تاني، فين الجيتار؟ خلينا ناخد نايلون ده نلعب بيه كوردات. نلعب كده. لسه مستحمل التراك كويس والله. شايفين اهو، يعني كده تراك كمان ومش هيقدر بقى. يلا نقضي عليه بقى. كده معناها ان التراكات زادت ومحتاج تعالى ناخد له حاجة جامدة بقى، مثلا ديستورشن ولا حاجة، جيتار تاني وناخد ديستورشن عشان يبقى تراك. مثلا اهو يعتبر كده خلصنا اللي احنا عايزين نوصله. انت شغال في التراك بتاعك، طبعا انا مش مجهز التوزيع ده، انا عمال اخترع. فانت مثلا شغال كويس وكل حاجة، وبعدين التوزيع معاك ماشيه كده، مفيش دي خالص اهو، الليفل ماشي تمام، وبيجي في حته معينه الدنيا زادت عشان السينيو، لقيت دي طلعت، فدي معناها كده ان في ديستورشن. طبعا هي ما طلعتش غير بعد حبه كتير، وطلعت في الاغلب من البريك ده اللي هو بيعمل هاي فريكوانسي، اللي هو بيعمل تس دي كده، راح اتخبط في البتاع جامد وطلعت لنا دي. ده معناها ان الصوت عدى المعدل الطبيعي للسمع، فبيقول لك لا ده في هنا كليبنج احمر ده. ولو دخلنا بقى ايه، تخش على اف 3 كده، بيجي لك على الميكسر اهو، بيقول لك اهو في الكليب ده في الاستيريو اوت، بيقول لك ده زايد عن المعدل الطبيعي اللي هو 0 1.3، فده كده اكتر من ده. طب نعمل ايه؟ في ناس بتروح موطيه ده كده وخلاص والدنيا انتهت، بقى مثلا سالب 4 ومش عارف كام. طبعا غلط، مش المفروض نلعب في ده خالص، الماستر ده لازم يكون مظبوط. فتلعب بقى هنا في التراكات دي زي ما انت عايز، تقلل الحاجات دي او تقلل الحاجه اللي معمول لها ايه اللي عامله المشكله دي او كده، لحد ما ده في الاخر يبقى سليم. فمثلا ايه اللي عمل لنا المشكله دلوقتي؟ التراك مثلا، انهي تراك اللي هو بتاع الدرامز ده، هو ده اللي عمل المشكله اهو، التس تس دي هي اللي عملت المشكله. طب لو وطينا ده شويه، طبعا بعد كده في ميكس، في ميكس وحاجات زي كده هتظبط لنا الدنيا. فممكن نوطي التراكات كلها شويه كده ونشوف هيحصل ايه. اهو انا وطيت كل واحد شويه شويه شويه. طبعا تقدر توطي بقى ايه، انت عايز تسمع ده اكتر، عايز تسمع ده اقل. واتفقنا ان الميكسر بندوس اف 3 عشان نجيب. هنخش على الحته المزعجه دي تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا كده بصوا ماشيين كام اهو على البتاع ده، ناقص 13.3. هنا الميتر بقى كام؟ ناقص 6. فمعناها ان الصوت في الحته دي فعلا عالي، فاقل من ناقص 13 لناقص 6. بس لو كانوا كل دول عاليين كان هيبقى اكتر من كده، هيعدي الزيرو كمان. ده اللي انا عايز اشرحه النهارده، ان وانت شغال بقى طول الوقت في السيشن عشان التراكات كترت منك ولا حاجه، عينك دايما على ايه؟ على الماستر. لما بيوصل لزيرو اخره السقف بتاعه زيرو. لو النغمات والحاجات والمزيكا زادت قوي هيبقى عايز يعدي الزيرو، فيروح مديك الايه اللون الاحمر اللي هو هيطلع لك في التراك ده، ويجي لك يجيب لك هنا يقول لك كليب. كليب يعني اللي هو كده اكتر من المستوى الطبيعي للسمع، ما ينفعش كده. فلازم تبتدي توطي التراكات، ده لازم يبقى ماينس حاجه دايما، يعني عشان تبقى في الامان خليه ماينس 6 اقل حاجه. يعني التراكات دي كلها كمان محتاجه توطى شويه،
يبقى نعمل كده. طب ما هو ماينس 6 كده، طب ما انا بقلل الكواليتي وعمال اوطي الدنيا. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى في الميكس والماستر؟ نقدر ننفخ التراك، فهو لو وطيناه خالص كده اهو بصوا كده هنلاقي. طبعا ما بيشتغلش كده، لازم تعمل ريفرش البتاع ده او تدوس عليه كده. انا وصلت الماينس 9 كمان، ده كده كويس جدا. يعني كده تشغل الكلام ده على اي ديفايس هتلاقيه الصوت الكواليتي بتاعته كويسه جدا. ممكن تلاقيه واطي، اه واطي، ده ليه حل نعليه بعد كده بطريقه معينه من غير ما يبوظ الدنيا. لكن الكواليتي يعني ايه الكواليتي؟ يعني سامع كل تراك وسامع التفاصيل ومفيش ديستورشن. فده اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده، دي حاجه مهمه جدا جدا، لان اول ما التراكات هتكتر منكم في تراكات هتختفي لمجرد انك مش سامعها، مش هتركز فيها اصلا ومش هتسمعها. فهو ده اللي عايزين نتعلمه النهارده. زي ما شفنا كده طبعا ده هيفرق معاكم جدا جدا في الكواليتي، وكل اللي انتوا سمعتوه ده كده كله قبل الميكس كمان، ما بالك بقى ما بعد الميكس وهننفخ الاغنيه جامد جدا والكلام ده كله. فطبعا الموضوع مهم جدا، يعني ما تسيبوهوش، لان ممكن تقعد تتعب في التوزيعه كام ساعه ولا حاجه وفي الاخر تطلع الكواليتي مش سامع الحاجات والاصوات كلها داخله في بعض ودوشه والكلام ده. فبس الموضوع طبعا هيحتاج شويه مذاكره، واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا.